اليوم بالبلدة القديمة بالقدس بحارة النصارى، في مكان محل أبوي الله يرحمه. هذا المحل اللي أبوي قضى فيه أكثر من 60 سنة من عمره. أنا مدرستي كانت كتير قريبة من المحل، من المكان اللي إحنا فيه هلا، وكنا عندما نسمع جرس الكنائس وصوات الأذان وجرس الاستئذان من المدرسة إنه يلا فيكم تروحوا بسرعة، تلاقيني أنط الدرجات وأجي على محل أبوي أحط الشنطة، أضلني في مريون المدرسة. أبوي كان له تأثير كتير كبير علي الله يرحمه، وكان في له تأثير إنه كان دائما يحملني مسؤولية، كان دائما يجبرني إني أحفظ كلمات بلغات تانية، كان بوقت الصلاة يقول لي أنت وقفي أعطي عينك، كان بوقت الحج السوق كتير ناس يوقفني أشرف على زاوية وهو يشرف على زاوية. كان في نوع من استغلال طاقتي بهداك الوقت. لما أنت بتستغلي طاقة فرد أنت بتحطيه على مسار معين، هذا المسار اللي بالآخر صار هو المهنة تبعتي، هو أنا. دار نورة هي محترف بيعمل على إنتاج تصاميم أزياء معاصرة بتحمل القطبة الفلسطينية بكل تصميم. بنعمل على إنتاج الأثواب الفلسطينية التقليدية، وفي هناك كمان خطوط إنتاج أزياء معاصرة مثل الفساتين، التنانير أو الأزياء التي يمكن للست بأن تطلع فيها بحياتها العملية أو اليومية. إحنا فترة كتير كبيرة نتيجة النكبات اللي إحنا تعرضنا لها صار في عملية استهلاك لهذا القطاع دون الإضافة عليه، عملية دمج أو خلق لغة تفاهم بين الماضي والحاضر بدها دراسة. فالإشي اللي أنا كنت أعمله أني أطلع على الماضي الأنيق وأصيغ الحاضر اللي أنا حابة أني أعيش فيه. البدايات بلشت أكتر على السوشيال ميديا من حوالي 10 سنين، وقبل السوشيال ميديا كان في معارض، كانت فكرة البازارات أو المعارض بالداخل الفلسطيني كان في مشاركات كتير فيها. لما لقيت إنه هالقد في تفاعل من وإقبال من الناس على هذا النوع من الديزاينات، بعديها فكرت إنه أنا لازم يصير في عندي تطوير للفكرة أكتر. التطوير كان بإنه يكون في إلي زي زاوية، هاي الزاوية فيها المنتجات اللي أنا بعملها بأكتر من محافظة بالقدس، بالرامة، برام الله. فبعد هاي الزوايا وقديش كان في ناس كمان تقبل على هاي الزوايا، قررت أنه يكون في عندي المكان الواقعي على أرض الواقع. في بداية عملي كانت التحديات أنه أغلب التجار اللي أنا بتعامل معاهم، تجار الأقمشة أو تجار مواد الخام، كانوا إنه بنت صغيرة عم بتحكي عن رولات قمايش، بتحكي عن مواد خام، فما كان في أخذ جدية للأمور. بالمرحلة اللي أنا بلشت فيها
ما كان في البنية التحتية لعالم الأزياء، كان في صعوبة كتير بأنك تلاقي المواد الخام، كان في كتير صعوبة بأنك تلاقي الأقمشة اللي أنت بتفكري فيها، كان في صعوبة كتير بأنك تلاقي الأيدي العاملة كمان اللي بدها تكون معاك في المشروع، حتى في إبراز هويتك البصرية للأشخاص اللي بيتناول القطع تبعونك، كمان هاي كانت بدها تفكير كتير لحتى يعرفوا مين هي دار نورة. ولكن أنا بشوف إنه التحديات الخاصة فيك هي التحديات المعنوية اللي أنت بتمرق فيها، وهاي اللي بتكسبك خبرة كبيرة، وهاي اللي بتكون في إلها بصمتك عن بصمة أي تحديات امرأة أو سيدة أعمال. مش تعملي منهم واحد، اعملي منهم تنين. فاطمة خليها فاطمة تفكها وانت بتعمليها، بس اعلمي كمان اكرام. احنا بدار نورة بنشتغل بفريق مع السيدات اللي بترزوا القطع، دائما بيكون في عملية تمكين معنوي وتمكين اجتماعي، لانه هاي الست او السيدة الحرفية لما بيكون في عملية تواصل واتصال دائم بيني وبينها او بينها وبين الفريق الاخر، دائما بيصير في وقت لتشارك القصص والحكاية والمعاناة اليومية، دائما بيكون في دعم، دائما في بيكون استماع، غير طبعا عن التمكين الاقتصادي والمادي اللي هو بيلعب دور كتير كبير، لأنه هم في بداية المهنة أكيد بيكون هذا العمل مدفوع بحب، بس بعد هيك هذا العمل مدفوع من أجل الأجر، وهذا جانب كمان كتير مهم، لأنه هي تستطيع بهذا الأجر بأنه يكون إلها حياة كريمة. بلشت من الصفر، اللي هو من كيف أمسك الإبرة، شو هي أنواع الخيوط، شو هي أنواع الأقمشة، شو هي أنواع، حتى إنه المدن كل مدينة لها توب مختلف عن التوب الآخر. هذا كله تعلمته طبعاً بالإشراف ومتابعة من الوحدة التشغيلية لمؤسسة دار نورة، وطبعاً هذا بحقق لي دخل منيح طبعاً، وهذا طبعاً ريحني نفسياً اقتصادياً، إنه صرت أعتمد على نفسي، صار عندي دخل، وصرت أساعد أسرتي برضو في هذا الإشي. صار عندي ممكن صديقات أو زميلاتي برضو في عمل التطريز، إن أنا أروح وأقعد عندهم، إن أنا أروح نتعلم برضو نقلات جديدة، اللي هي الأفكار الجديدة ونتناقش فيها. أنا اللي عم بعمل عليه عم بعيد صياغة روايتنا كفلسطينيين من بوابة الأزياء كلغة صامتة، من بوابة خلق رموز وتجسيدها على الثياب. عصفور الشمس الفلسطيني هو عصفور موجود بطبيعة فلسطين، خلقناه كعصفور بالتطريز اليدوي على حقائب يد، بسافر هذا العصفور بحقيبة اليد، بينقل طموح الشعب الفلسطيني للحرية. فأنت طول ما أنت بتتناولي التطريز أو بتتناولي الوحدات أو دلالات أو دلالات الزخرفية في التطريز وبتخليها قابلة للحياة، معناته أنت عم تحكي عن شيء حاضر، والحاضر أكيد هو لقدام حيصير مستقبل. كنت متحدثة رسمية في مؤتمر في برشلونة بحاكي عن واقع السيدات الأعمال بفلسطين، عن قطاع الأزياء والموضة. من ضمن المشاركات الخارجية هي عرض الأزياء في باريس، كان في مشاركات على صعيد ريادي نسوي ببرنامج مع الحكومة الأمريكية بضيافتهم لمدة 40 يوم بأمريكا.
سلالة الملكة رانيا بعيد الاستقلال الأردني لبست من تصاميمنا، هذا كان نقطة تحول كتير. كل مجلات الموضة العالمية سلطت على الدار، لأنه جلالة الملكة رانيا كأيقونة موضة هي لبست قطعة من الدار، فهذا كان شرف كتير لنا وكان نقطة تحول كتير مهمة. الرسالة إنه إحنا كل تصاميمنا نقدر إنه نشاركها مع كل المطلقين الموجودين سواء بفلسطين أو خارج فلسطين. هذا إشي كتير مهم إنه العمل الفني اللي أنت بتقومي فيه يكون في متلقي إله فاهم وعارف إيش القصة وإيش الشغل اللي أنت عم تشتغليه. هذه من أهم الرسائل اللي إحنا بنشتغل عليها، بالإضافة لأنه كل فترة يتم خلق رموز جديدة بتعبر عن معاناتنا، معاناة الجيل اللي إحنا عم نعيشها بطريقة فنية.